حبيبي، مساء الفل. رمضان كريم في رحاب هذا الشهر العظيم. حنحكي شوي عن الإنشاد أو المنشدين. طبعا المنشدين هن الأكثر والأبرع، أنا بنظري هن من مصر، من جمهورية مصر العربية، لأنه بلد إسلامي كبير وفيها مدارس ضخمة من حيث قراءة القرآن، من حيث حتى الفن، أي شيء. يعني مصر معروفة تاريخيا. هلا اليوم المنشدين، المنشد طبعا، هلا في واحد بتلاقي منشد ومجود للقرآن. هلا بنشوف الشيخ علي محمود يعتبر في مصر انه هو المؤسس الحقيقي للإنشاد في عالمنا الحديث. هلا بنشوف تاريخ الأقدم، الشيخ إبراهيم المغربي والشيخ المسلوب اللي هو درس كتير، ومنهم ملحنين حتى تتلمذوا منهم، الشيخ علي اللي عم نحكي عنه انشهر بزمانه بأدائه يعني بجامع الحسين، كان يؤدي الأذان للصلاة، كان معروف. منشوف بعالمه هو مين التلمذ على يده، طه الفشني كان أحد تلامذته، اللي هو من أجمل نفس في هذا الزمان، أطول نفس طه الفشني. اسمعوا، هذا كان من أحد تلامذته. منشوف الشيخ البهتيمي، منشوف الشيخ محمد الفيومي، هدول من تلامذته للشيخنا اللي عم نحكي عنه. كذلك الأمر من المغنون العظام اللي مروا بتاريخنا العربي، تلمز على يده سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والصوت النادر في هذا الزمان السيدة أسمهان الأطرش. إذن مثل ما قلت لكم، الشيخ علي محمود هو المؤسس للإنشاد وصولفيج الإنشاد في العالم الحديث. طه الفشني، أنا وكنت ولد صغير عشقت لما يحطوا ابتهالات لإله في الجامع قبل الصلاة، يحطوا له شغلات يشدنا هذا الصوت الساحر، هالتينور المميز، والنفس، الله أكبر على النفس اللي عنده، النفس اللي عنده، وبتسمعوه بتشوفوا هالصوت قديش فيه سحر. يعني في صوتين فيهن علم موسيقي غريب، والشيخ محمد عمران والشيخ طه الفشني رحمهم الله وأبقوهن لنا كنز خالد. هلا في مصر بيعتبروا الفشني هو من أبرز المنشدين، وأعظم ما له تسجيلي فيكن تسمعوه هو بيمدح الرسول، بيقول له يا أيها المختار في مدحه ماذا أقول، بيقصد المختار اللي اختاره الله سيد البشر وسيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآله. وقلت لكم طه الفشني ما قدر واحد يجيب صوته ولا قدر يصور، التصويرات اللي بيصورها طه الفشني فيها إعجاز، فيها إعجاز خالص فعلا. ويعتبر طه الفشني هو من أعظم من كان وراه بطانة، نحن بنسمي الفن كورال، يعني اللي هني كانوا يرددوا وراه بأصوات بتفكرون دارسين معاهد، أصوات مصلفجة، أصوات بيانو، سبحانك ربي كيف كان، رغم أنه ما كان فيها التسجيلات أو فيها اليوم اللي اليوم في حضارة. اليوم أنت ما عندك صوت بيطلعوا لك صوت، هنيك إذا ما عندك صوت ما فيك تغني. منشوف الشيخ الفيومي اللي هو خلفه للشيخ علي بالأذان في جامع سيدنا الحسين في مصر، نشوفه هذا كمان كان يملك صوت قوي، ومعلم أيضا في علم النغمات، لأنه مثله، لأنه درس مثل طه الفشني، كذلك له لون مميز بشخصيته. قلنا لكم مثل الفنانين كل واحد ترك بصمي، هذا الصوت هيك، هذا الصوت هيك، هذا معلم هيك، هذا ملحن هيك. إذن لو ما كان مميز ما ترك، لأنه في كتير منشدين لكن هدول تركوا البصمة الواضحة مثل عين الشمس. نشوفه للشيخ الفيومي أنه هو درس في الأزهر وتتلمذ على يد الشيخ علي ودرس القرآن، يعني تاريخ، هدول تاريخ، مثله مثل طه الفشني اللي هني تلامذة علي الشيخ علي. طبعا هدول بيأدوا القرآن بحرفني وبيقولوا ابتهالات بحرفني. كذلك الأمر منشوف نصر الدين طوبار، هذا عاشر الشيخ المقرئ العظيم محمد عمران. منشوفه شو جماله هذا الرجل، هذا جمال صوته الدافئ، صوته الدافئ اللي طالع من صدره، فيه دفء، فيه غني،
تعشقوا بس تسمعوا قد ما في حنان. كذلك الأمر درس وتثقف وله لون وله بصمة رائدة في عالم الإنشاد. طبعا الشيخ طوبار له كتير ابتهالات جميلة، لكن اللي كان أسرع للانتقال لإذن الناس وبقي يعني معروف هو أشرق الحق. منشوف أيضا الشيخ النقشبندي معروف من أجمل الأصوات كمان مروا في الدنيا. هلا النقشبندي بيعود هو نسبه للنقشبندي اللي في سوريا، وانشهر في سوريا وفي مصر الشيخ النقشبندي لجمال صوته وللإمكانيات الربانية اللي الله عطاياه. اسمه ارتبط في ليالي رمضان وفي لحظات الإفطار، يعني قبل أن تفطر وتسمع الأذان بدك تسمع ابتهالات النقشبندي، وهي علقت في أذان المسلمين وغير المسلمين جمال صوته. طبعا النقشبندي له أعمال كثر وجميلة، لكن له لحن للعظيم بليغ والعظمة والكبرياء لمن له البقاء، كان هو مولاي إني في بابك. هيدا من أجمل ما قاله النقشبندي لأنه في سحر، فكان موفق في هذا كتير، وأنه بليغ طبعا مشهور بأعماله الخالدة الجميلة. ونقشبندي له قصة قرأناها وسمعناها، كانت أم كلثوم تعشق شيخ النقشبندي وكان عنده أمل أن تختم حياتها بشيء عمل ديني هي والنقشبندي، لكن القدر توفاها الله قبل أن تحقق أم كلثوم هذه الأمنية. هلأ الشيخ محمد عمران هذا اللي ولد كفيف وتعلم، ونحن منشوف دائما هدول اللي الله سبحانه وتعالى حرمهم من النظر وأعطاهم البصيرة اللي هي أكبر من البصر، في عقلهم في صوتهم في ثقافتهم في ذكائهم كثر. كذلك محمد عمران ملك من أدى في القرآن وأضاف إضافات في التلوين، يعني التلوين الصوتي والنقل النغمي المخيف اثنين. محمد عمران طه الفشني بقى بتقلي عبد الباسط، عبد الباسط صوت جميل، شو ما قال صوت جميل، صوت جميل في غني فيش قريب على الروح، لكن هدوليك في عندهم حرفني أكثر. وبيجي بعدهم الشيخ مصطفى إسماعيل، هدول اللي عندهم الصنعة بيسموها. طبعا نحن مرقنا أنه عن القراء اللي اختصوا، هلأ نحن عم نحكي عن المنشدين. هلأ محمد عمران الموهبة هين عم نحكي عنها، في ناس كتير ما سمعت له، في ناس بيقولوا لك يا لطيف. هلأ نحن كيف منعرف؟ يعني نحن منلحق الفن، نشوف عبد الوهاب، شوف عبد الوهاب كيف قاعد، هذاك كيف عم ينشد أو عم يقرأ، وعبد الوهاب كيف صافن فيه، عم ياخد عبد الوهاب عم ياخد الطريقة هاي بده يضيفها للغناء، قدي بده يصير الفن عندي كبير وتقيل. هدول شو السر بقى أم كلثوم سيد الغناء العربي أو عبد الوهاب هذا الصوت أول ما غنى هالمطواع؟ كل هذا كان المعلم بيروح لعند المعلم بيشوف شو في عنده بضاعة جديدة وشو عنده شيء ما عنده يا بيكون أخذ. هذا سر بقائك أيها الفنان الكبير أو أيها المقرئ أو أيها المنشد، هذا هو طالب العلم. هلا منشوف آخر جيل العمالقة أو المنشدين هو الشيخ الهلباوي معروف، وهذا ما قاله شيء، توفى بعام 2013 يعني يعتبر هو الخاتمي. كذلك الأمر كان معلم ومثقف لأنه أخذ من الأسياد اللي عديناهم قبله، يعني صار تلميذ نشيط وبارع. هلأ الهلباوي الشيء الحلو فيه أنه بالأخير اشتغل محكم في الدول العربية كلها، وحكم يعني حكم، واحد بده يقدم قرآن يعني مثل نحن والله بدنا نقدم على النقابة أو فنانين، بيكون في لجنة بتفحصنا، تفحصك في الصوت تفحصك في النغمة. هو كان هذا المقرئ الهلباوي عطاه علامة، خلاص معناته أنت مقرئ، أعطاه في الإنشاد علامة يعني أنت منشد. أخيرا حبيبي من وحي هذا الشهر العظيم قدمنا لكم هيك شيء عن المنشدين، وأنا وأخي عمار بنقلكم كل يوم أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم، وإلى اللقاء إن شاء الله، إلى حلقات جميلة إن شاء الله. شكرا شكرا.